أيها الكرام، كنا قد ذكرنا في الوقفة الماضية صفة السعي بين الصفا والمروة، وذكرنا أن الحاج المتمتع يحلق رأسه أو يقصر شعره ويتحلل ويبقى كما لو كان في بلده إلى اليوم الثامن حتى يحرم بالحج من مسكنه. وأما المفرد بالحج فذكرنا أنه يبقى على إحرامه، وكذلك القارن بين العمرة والحج ويكثران من التلبية. ويقيم الحاج بمكة ويطوف بالبيت ما شاء الله له من الطواف تطوعا، ويكثر من الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام يكثر منها. ففي الحديث الشريف: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. ويكثر الحاج أيضا من الدعاء في طوافه وفي سجوده وفي كل أحواله، فهو في أرض حرام في شهر حرام وعند بيت الله الحرام. أيها الفضلاء، اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يحملون الماء من منى يتروونه، يطلبون الري من العطش، يتروونه إلى عرفات، إذ لا ماء بعرفات ولا بالمزدلفة في ذلك الوقت. فيسن في يوم التروية أن ينطلق الحجاج وهم يلبون إلى مشعر منى بعد الزوال، ليصلوا إلى هناك قبيل العصر فيصلوا الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها، يقصرون الرباعية منها بلا جمع، يقصرون الرباعية منها بلا جمع، ويبيتون هناك ليلتهم، ليكون الوصول إلى عرفة أسهل على الحجاج. ولكن هذه السنة أيها الكرام، وهي ليست واجبا، لم تعد ممكنة في ظل نظام الحج الجماعي الآن، وأيضا خشية التأخر في الوصول إلى عرفة قبل الزوال، فالحجاج كثر والتنقل صعب. ولذلك أنصح الحجاج ألا يخالفوا نظام الحج التابع لبلادهم حتى لا تضطرب أمورهم ولا يضيعوا ركن الوقوف بعرفة. فالحج عرفة، وفي اليوم التاسع ينطلق الحجاج بعد طلوع الشمس في سكينة ووقار إلى عرفات، ملبين مكبرين ذاكرين الله تعالى ومعظمين، ليصلوا وجوبا إلى عرفات عند الزوال أو بعده، يعني عند الظهر أو بعد الظهر على وجه الوجوب. فيخطب فيهم إمام مسجد نميرة خطبتين كالجمعة تماما، ويصلي بهم الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم. فإن لم يمكنهم ذلك فعلوا في خيمهم الصلاة جماعة، والركن هو الوقوف بعرفة بعد غروب الشمس. ركن الوقوف بعرفة ليس في النهار بل بعد غروب الشمس، فيقف ولو لدقيقتين أو 3 فقط. وعرفة كلها موقف كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب الوقوف عند جبل الرحمة إن تيسر ذلك، فهو موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفة أيها الكرام هي الركن الأعظم في الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ويوم عرفة أيها الكرام يوم من أيام الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. ويوم عرفة أيها الكرام هو يوم الرحمة الكبرى، ففي الحديث النبوي الشريف: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة
فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم. وقال في رواية أخرى صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله عز وجل: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، يخاطب الملائكة. أخرجه الحاكم في المستدرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. ولذلك ينبغي لحجاج بيت الله الحرام أن يستغلوا هذه الفرصة الربانية لينالوا تلك الدرجات والرحمات، فلا يفرط في الذكر ولا يفرط في الدعاء ولا يفرط في الكلام الطيب. وللحديث صلة، فإلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله.